السلام عليكم أصدقائي. هناك الكثير من القصص الغريبة والمثيرة للاهتمام عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلال الدعوة الإسلامية والفتح والبيعات والمعارك والغزوات. تعرض المسلمون للكثير من المواقف التي سجلت في بطون الكتب حتى وصلت إلينا. فهل سبق لك أن سمعت عن الصحابي الجليل سعد بن عبادة الأنصاري الساعد الخزرجي؟ أو لربما سمعت عن الصحابي الذي قتله الجن؟ وهذا ما سنستعرضه في هذا الفيديو، فلنبدأ. يكنى بأبو ثابت أو أبو قيس، وهو صحابي جليل من صحابة الخزرج المشهورين قبل الإسلام. كان سعد من المبكرين في إعلان إسلامهم في تلك القبيلة، وقد شهد بيعة العقبة. تذكر كتب الأثر والتاريخ أن المؤرخين قد اختلفوا في طريقة وفاته، فمنهم من قال أن الجن قتله، ومنهم من ذهب إلى نظريات أخرى، وسنستعرض الآن هذه النظريات. النظرية الأولى: عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر حميد بن عبد الرحمن أن سعدا الأنصاري جاء إلى الرسول وكشف عن وجهه وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت ميتا وطبت حيا. فلما جاء أبو بكر قال الكثير من الكلام الطيب عن الأنصار اقتداء بما فعله وقاله الرسول عنهم، ثم قال: لقد علمتم أن الرسول قال: لو سلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. ثم نظر أبو بكر إلى سعد وقال: لقد علمت يا سعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وأنت قاعد أن قريش ولاة هذا الأمر، وبر الناس تبع لبرهم، وفاجرهم تبع لفاجرهم. فقال سعد: صدقت يا أبو بكر، نحن الوزراء وأنتم الأمراء. وفي هذا تكذيب للرواية التي تقول أن سعدا كان حاقدا على أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما بسبب توليهما الخلافة تبعا لرسول الله. النظرية الثانية: ذكر بعض المؤرخين ومنهم ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب أن سعد بن عبادة تخلف عن بيعة أبو بكر الصديق وخرج من المدينة حتى وصل منطقة من بلاد الشام يقال لها حوران، وفيها مات سعد بعد سنتين من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. النظرية الثالثة: ذكر بعض الكتاب والمؤرخين أن سعد الأنصاري قام يبول في يوم ما، فقام الجن بقتله بسهم في قلبه، وقد شكك الألباني بهذه الرواية وصحتها. أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. أراكم في فيديو قادم إن شاء الله. في أمان الله.